مشاهدينا اهلا بحضرتكم معنا مره تانية في النور، حيث شرفني جدا وجود الاستاذ عادل رشدي المحاسب القانوني وامين خدمه التنميه الاقتصاديه باسقفيه الشباب. اهلا بيك استاذ عادل. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب عشان صوم العطر. اهلا وسهلا يا حبيبي، ميرسي خالص. استاذ عادل، يعني احنا عندنا دلوقتي الدوله بدات تنتبه لاهميه المشروع الصغير، يعني حضرتك قبل الهوا كنت بتقولي انا من سنه 94 بنقدم الخدمه دي في اسقفيه الشباب، وهناك لجنه مجمعيه للتنميه الاقتصاديه طبعا بهدف النهوض بشبابنا على مستوى العمل، ايجاد وظايف، عمل مشروعات صغيره، حاجه زي كده بتحتاج تمويل كبير. قلت لي ان في ارقام كبيره قدرتوا فعلا ان انتوا تحسنوا من احوالها بالخدمه دي، ودي حاجه رائعه الحقيقه، عايزين كل الناس تعمل كده. يعني بنشوف اعضاء مجلس نواب بيعملوا مؤتمرات اقتصاديه للتشغيل الشباب بارقام كبيره بالالوف الحقيقه، يعني الوف من الدعوات للشركات واصحاب اعمال وللشباب من الناحيه الثانيه. في راي حضرتك التوجيهات الأخرانية من الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة هل كافية وحقيقية، ولا هي برضو عناوين وهذا الموضوع لم يأخذ أولويته الحقيقية على خريطة الدولة؟ أولا عايز أقول أن الدولة لم تقصر في اهتمامها بقضية الشباب، ولكن للأسف الشباب هم اللي قصروا في قضيته. نجيبها لك على بلاطة كويس. لأن احنا عندنا مصر ما فيهاش أزمة بطالة، مصر فيها أزمة عمالة. فلما نلاقي أن صاحب المشكلة ذات نفسه مش مهتم بنفسه، الدولة هتعمل إيه؟ ده الدولة والكنيسة. يعني لما بقول لحضرتك أن احنا من سنة 94 وإحنا بنخدم في هذه القضية تحت رئاسة سيدنا الأنبا موسى والأنبا بخوميوس، وطبعا كان في حبرية البابا شنودة لما تم تأسيس لجنة مجمعية، وحاليا في حبرية سيدنا البابا توادروس اللي كان قاسم مشترك في كل مؤتمراتنا اللي بنعملها على مستوى الكرازة. فعايز أقول بأمانة فين المشكلة؟ لما تلاقي القيادة والرئاسة مهتمة، وتلاقي ان الشباب بيحجب وبيحجم وبيتسرب وبيتوه، ومش قابل ان هو يبتدي يغير ويطور بنفسه. المشكلة مشكلة شباب، مش مشكلة دولة ولا قيادة ولا كنيسة ولا رئاسة ولا خدام ولا أمناء. طب اديني نموذج أستاذ عادل لشاب، مش قصدي اسمه، قصدي شاب يستثمر جهود الدولة والجهود الخاصة بقى، سواء كانت في كنيسة أو مشروعات مثلا مبادرات من ناس بتعمل مؤتمرات تشغيل مش عارف إيه. إيه اللي المفروض يحصل؟ ممكن يكون مؤهله عامل إزاي؟ ممكن يقبل شغلانة عاملة إزاي؟ بشكل مرحلي لغاية إمتى؟ وبعد كده نقول له لا أنت كده مش صح، لأن أنت مش هتقضي عمرك بتشتغل في غير تخصصك. يعني إديني فكرة كده من الخبرات اللي حضرتك جمعتها من السنين اللي فاتت، لأنه الشباب بيقول إنه لا، الخمسة مليار اللي رصدهم الرئيس للبنوك، البنوك بتخاف، بتطلب ضمانات كتير، مش صحيح إن البنوك هي اللي بتقترح المشروعات علينا، ده احنا اللي بنقدم المشروعات وبتعرقل من البنوك لأنه رأس المال جبان، ولأنها بتطلب ضمانات عشان كل واحد يبرق ساحته من إنه يبقى. طبعا حضرتك طبعا عارف إنه كان في قصة مش بعيدة عن بعض المسؤولين في البنوك اللي كانوا بيسهلوا فتح اعتمادات ويطلبوا ضمانات أقل وبياخدوا في مقابل ده رشاوة، فمش عايزين المسؤولين يتحطوا في مواقف تديهم شبهة هم منها أبرياء. يعني تصدق لما أقول لك أن أنا بعتبر العراقيل دي والروتين ده والتعسف ده بعتبره بركة. ليه؟ لأنه مش كل واحد ممكن يبقى صاحب مشروع صغير. النسبة العالمية لأصحاب المشاريع الصغيرة اللي هم من 3-5، فلو انت من 3-5% للمجتمع. النسبة العالمية لمين يبقى صاحب مشروع صغير من 3-5%. طبعا حضرتك تقصد القدرات النفسية والشخصية لفكرة انك تبقى بتفكر في مشروع وعندك طريقة لإدارته، حتى لو كان المشروع ده معاك فيه 2-3 بس. ايوه.
ما هي الملكات، ملكات إدارة المشروعات الصغيرة. لابد في صفات شخصية يتحملها يتحلاها الولد. فهي مش موضة، هي مش هبهزة، مش كل الناس هتبقى أصحاب مشروعات، من مين هيشتغل عندهم؟ فاهمني؟ فبالتالي أنا بعتبرها بأمانة. ده مش عيب على فكرة. لا يعني خالص. في العالم كله في كادر من البشر يفضل أن يكون يعني ترس صغير في مكنة كبيرة، ويكون بياخد مرتبه ويريح دماغه، ما يقعدش يفكر هيسوق فين ونطور المشروع إزاي ونكبره إزاي وناخد مبنى ونجيب سكرتارية. يعني أنا واحد من الناس دي، ملوش خالص في فكرة إن المشروعات والفلوس والتوسعات، لا أنا يريحني أعمل شغلي بإخلاص وما فكرش خالص في حتة الفلوس جاية منين ولا رايحة فين. تمام تمام. عشان كده هي البداية إن الـ 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 الشاب لابد إن يكتشف ذاته، ولابد إن هو يلعب على نفسه. يعني الشباب اشتغل على نفسه. طبعا اشتغل على نفسه. يعني يكتشف نفسه بدري بدري. مش ان هو سامحني يتخدر او يتوه او ينسى انه هيجي وقت عايز يتجوز. فلازم قرار. هيجي وقت عايز يترجم كل مشاعره او كل حياته لارقام مالية، فيعمل ايه؟ يقعد يحب ويرن ويتدلع ويتمحك في اسوار الكنيسة، او يطلع مؤتمرات ومهرجانات ومش عارف مسابقات، وينسى انه هيجي وقت عليه عايز يتجوز، يعدي المرحلة دي، عايز يتجوز، عايز يكون بأسرة، عايز يعيش سعيد. ايه اللي بيخلي شبابنا ما بيفكرش في المستقبل؟ سامحني لو كنا عايزين بقى نتكلم كده ويعني وشي مكشوف، ان المناهج المصاحبة في تربية وتكوين الشاب بتخدره، بتضيع وقته. كان عندي خبير مناهج من فترة وقال انه في عصر محمد حسني مبارك اشهد امام الله ان احنا كنا ندرس مناهج تنمي الخنوع وعدم التفكير وعدم اتخاذ القرار وتبتعد تماما عن الشخصية النقدية والعقل التحليلي اللي هي بيستعملها العالم كله. يعني عشان كده احنا بنجني ثمارها دلوقتي. احنا دلوقتي حاليا مصانع بتقفل نتيجة عدم وجود عمالة. مصانع بتخسر. ايه الفرق ما بين ازمة عمالة وازمة بطالة؟ أزمة العمالة إنك نخليها أزمة البطالة، إن شباب بيدور على وظيفة مش لاقيها. كويس كويس. وفعلا بيدور على شغلانة. بيدور على شغلانة ومش لاقيها. كويس. بس البلد محتاجة حاجة مش موجودة عند الولاد. عشان كده أنا قلت شغلانة مش وظيفة. أيوة. يعني فكرة إنه ممكن يكون أنا مهندس، لا مصر مش هشتغل إلا مهندس. تمام. أو دكتور أو محامي. البلد محتاجة حاجة تانية غير اللي أنت بتقوله. احنا لك ان تتخيل ان خلال مثلا 15 20 سنه هيتلغي من قاموس الوظائف يمكن 3000 وظيفه. كويس. 3000 جوب. زي ايه؟ محاسبين، محامين، مش عايز اقول لك دكاتره، مش عايز اقول لك كله هيتحول. تقصد ان التكنولوجي كل ما بيدخل بيستغنى عن طبعا فئه من فئات طبعا المساعده للوظيفه دي. طبعا. يعني سكرتري مثلا. سكرتارية. كله على الابلكيشن. يعني مندوب المبيعات كله ابلكيشن خلاص مش محتاجين. المحامين كله عريض الدعوه ويكتب ويملى وفيلنز سبيسز وخلصت. احنا سامحني عشان كده بقول لك المناخ العام الولد اللي بيتربى فيه مناخ بيساعده على ان هو يخدر نفسه. طب يعمل ايه؟ ايه الصح؟ ايه اللي المفروض يحصل ان هو يعالج نتائج مشاكل هو مش ليه ذنب في معظمها؟ بدايه البيت. البداية البيت، الأب والأم. للأسف الأباء والأمهات اللي هم تعبوا في حياتهم مش عايزين ولادهم يتعبوا عشان ما يتبهدلوش عشان وهو بيجني عليه. يعني أبائنا وأمهاتنا اللي تربينا عليهم كويس كانوا بيعرقوا عشان يطلعوا القرش. فكنا شايفين تعبهم وكانوا على القد بنشتغل أو على القد بنطلب. دلوقتي الأباء ممكن تستلف، ممكن يدخل جمعيات، وممكن تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، والولد قاعد في البيت او البنت قاعده في البيت او جوه اسوار الكنايس قاعدين
يعني لسه كنت بتكلم مع واحد لقيت ان هو رايح يجيب عربية بنته عشان يصلحها وولاده قاعدين في البيت كبار في السن احنا خدنا على كده على فكرة ان المشاوير دي بتاعت بابا مش ملناش فيها شراء حاجة للبيت شراء هدوم للشخص نفسه للابن مثلا يكون مسؤول بابا عن إدارة بابا البيت اللي يودوه يكون مسؤول عن إدارة البيت وتوصيل أخته للدرس أو ان هو ينزل يشتري الحاجات البيت دي نمرة واحد نمرة اتنين الكنيسة الكنيسة عليها دور كبير جدا 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 بدءا من الأباء الأسقفة للأباء الكهنة للخدام كويس لأنه أنت البيت عشان يتصلح صح لازم القائد يكون عنده المفهوم ده فلو ما عندوش المفهوم بشكل عام بقى في مصر كلها مش بس في الكنيسة يعني يعني فكرة الخطاب الديني في حد ذاته تمام فلابد ان الخطاب الديني يتغير يا سيدي انا مش ضد انك تعمل لي مهرجان ولا ضد انك تعمل لي درس كتاب ولا ضد انك تعمل لي الحان ولا 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 جنب هذا حط سوفت سكيلز مهارات بناء شخصيه حط اتعلم حرفه حط اتعلم موهبه معينه او اتعلم حاجه معينه تساعدني مع الوقت انها تتحول من انها الى كارير من هوايه الى كارير واحتراف كارير واحتراف وده عشان كده تملي سيدنا الانبا موسى اسقف شاب يقول ان الوظيفه فقط مقبره للرجال صح فلابد ان انا من كي جي 1 اعلم الولد ازاي يدخر واعلم الولد ازاي يقلل استهلاكه من الميه مثلا او من الاكل او واتيفر يعني قصدي يبقى الخطاب الديني في الكنيسه يكون في جزئيه مخصصه لبناء الشخصيه المستقبليه كمان فكره اكتشاف الموهبه يعني دور المدرس في المدرسة والأب في البيت والخادم فكرة اكتشاف الموهبة يعني فكرة انه زي ما حضرتك قلت ممكن موهبة او هواية تتحول الى كارير يعني انا لو ما كانش حد قال لي ان انت ممكن تمثل او ممكن تعمل تعبر عن اللي جواك بشكل معين كنت هعرف منين صحيح لو كنت لقيت كله ممانعة وكله عيب وكله حرام وكله ده مش بتاعنا واحنا ملناش في كده طب خلاص تتوعد موهبه زيها زي لعب الكوره زي الكمبيوتر زي التركيب في مكعبات زي حاجات كتير مواهب كده منهج التنميه الاقتصاديه اللي سيدنا الانبا موسى كان سباق في وضعه ضمن مناهج الكنيسه الارثوذكسيه من سنه 94 سنه 94 اللي كنا بنفكر في مشروعات صغيره ولا ازمه اقتصاديه ولا 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 فكان بعيد النظر في هذا ان احنا هذا المنهج اللي هو من خلاله يكون الشباب في قنوات وفي مجالات من خلاله تعدوا لما بعد الدراسة يؤسفني لما أقول إن إحنا اهتمامنا بيبقى اهتمام ليس لنا هنا مدينة باقية بل ننتظر العتيد بنعد الشباب يعيشوا السماء لكن ما بيهدهمش ان هم يعيشوا الارض الصليب المقدس عرضتين عرضة رأسية وعرضة أفقية طبعا. علاقة مع ربنا وعلاقة مع المجتمع مش عايز اقول لحضرتك ان احنا وصلنا لدرجة ان خدام كتير جدا بيتعرض عليهم شغال بس اول سؤال يسأله طب دي اجازته امتى اجازته يوم الجمعة ولا يوم الحد اجازته يوم خدمتي ولا مش اجازته وممكن يسيب الشغل علشان اجازته مش يوم الخدمة يا حبيبي انت سيدنا البابا شنودة ربنا ينيح نفسه في محاضرة المحاضرات لما واحد بيقول له واحدة بتقول لسيدنا يا سيدنا ده انا جات لي وظيفة بس اجازتها مش يوم الخدمة بتاعتي اعمل ايه وبقى لي 7 سنين وماسكة قال لها سيدنا البابا شنودة قال لها ده البنات حبوكي اكتر ما حبوا ربنا ده فرصة انك انت يعني تسيب الفصل عشان يا بنتي الخدمة الواحد يغير الخدمة ممكن حسب المواعيد اللي تتناسب مع الشغل أيوة. لان الخدمة مش كلمة والخدمة مش افتقاد بس والخدمة مش عمل معين بس لا وكمان اي زمان واي مكان واي الاخطر اسمه. كمان ان الخدمة مش دعوة للتعطل طول ان انا كل ما كان عندي وقت يعني انا برضو عشان يبقى يعني امين لما حد من ولادي بيتخرج مثلا من اعداد خدام او كده وبيبقى عنده سنه ما بيشتغلش فيها
بتكلم معاه في فكره انه يدور ويبعت سيفيهات و و و و وفي نفس الوقت اقول له السنه دي حلو حبيبي اديها لربنا اديها للخدمه، لكن مش معنى كده ان انت هيجي لك شغل فانت هترفض وتقول طب هتعيش منين، والكتاب بيقول الذي لا يعمل لا ياكل ايضا. ده صدقني لما اقول لحضرتك يا استاذ ايهاب بامانه ان وكان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. اي يعني احنا كمان مش فاهمين دورنا في المجتمع ومسؤوليتنا المجتمعية. يعني انا ما انساش انه الخادم بتاعي اللي هو كان مرشد روحي بتاعي لما جيت عرض عليه رسامة الكهنوت طلب تأجيلها لانه مش مسؤول عن مشروع مية، محطة مية، فيؤدي واجبه كاملا تجاه الوطن ويسلم حد وبعدين ياخد نعمة الكهنوت. ده الشباب، مش عايز اتكلم على تجربتي الشخصية، الشباب بيسيب شغلهم عشان عندهم مؤتمر، بيسيب الوزن اللي ربنا ادهاله علشان يطلع مسؤول عن حاجة معينة لازم يقدمها. يا حبيبي طب والعمل ده مش وزنة؟ حاجاتي وحاجات ده في الديسكو في 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 في, في الديسكولية في يعني مش عايز اقول لحضرتك باب كبير جدا عن العمل. لنعمل ما دام لنا زمان، فمن لا يعمل في وقت الشتاء لن يجد في الصيف. زي ما حضرتك قلت حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. يعني ما حدش يتصور او كتير نغفل او ما نركزش على ان بولس الرسول هذا الكارز العظيم اللي لف العالم 4 مرات كان بيعمل في الخيام، وعشان كده أكيلا وبريسكيلا كان من نفس صناعته فمكس عندهم لما دخل خدمة جديدة في بلد كان بيشتغل. ده عايز اقول حضرتك الآية اللي بتقول أرني إيمانك بدون أعمالك. كويس، وأريك بأعمالي إيمان يعني حتى على المستوى الإيماني حتى على المستوى الروحي حتى على المستوى الكتابي أعمال ما ينفعش. برضو بنحولها لفكرة إنها أعمال فضائل يعني لا بنس يعني 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 عايز أقول فإحنا محتاجين بأمانة، وأرى أنا أرجو من كل قلبي إن إحنا دخلنا في ظروف اقتصادية خطيرة جدا. إن لم ككنيسة أو كدولة تساعد، وكرجال أعمال كمان أنا عايز أوجه ندائي لرجال الأعمال كويس، لأن شباب كتير جدا بينظر رجال الأعمال إنهم بيمصوا دمهم ان هم بيعملوا كده علشان يعني ما فيش رجل اعمال هيبقى ضد مصلحته لان الشاب الناجح او الشاب المناسب كويس بيرفع من شأن المصنع طبعا. ففكرة لما سافرت بعض الدول الاوروبية زي هولندا مثلا، هولندا فيها فكرة الاسود، الناس اللي شغالة الليجل مش شغالة قانوني، فطبعا تسمع منهم في الاجتماع بتاعهم ان فلان وفلان 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 وكل اصحاب المطاعم معظم المشاريع المصرية في هولندا مطاعم، فدول مش خدام زي ما بيبينوا وما بيساعدوناش هو متخيل ان هو يعينه ويجاهر بيه ضد قوانين الدولة والغرامات هناك ممكن تقفل تقطم وسط المشروع فدي فجوة. فعشان كده انا برضو بردك رجال الاعمال جنب، لان احنا بنعاني في خدمتنا للموضوع ده، ان جنب عشورهم اللي بيدفعوها للكنائس والاعمال الخيريه يكون في جزء مخصص للتنميه لتنميه الشباب. لان للاسف احنا في خدمتنا خدمه التنميه الاقتصاديه بنواجه انا عايز انمي الشباب فلازم اجيب له مدربين فلازم اعمل له مؤتمرات فلازم اصرف عليه و و و و منين. هل صاحب العمل، احنا بنشوف الشركات الكبيره بتعمل مؤتمرات دوريه وبتبعت بعثات بره بحيث ان اللي بيشتغل معاها تعلي امكانياته وما تقعدش بقى تعمل زي الافكار التانية اللي هي هو انا بعد ما علي امكانياته يسيبني ويمشي فاخد عليه مش عارف ايه 30 سنه ما تتحركش من هنا عشان انا اديت لك دورات وانا صرفت عليك. طب ما هو انت صرفت عليا انا برضو وانا بادي خدت انت في المقابل مشاكل اقل، سرعه في اداء العمل، فهم اكبر، انجاز اسرع، بريق لهذا المكان بيشتغل فيه ناس عندهم سكيلز. انا بتكلم على الجزئيه دي معظم الشركات المحترمه بتعمل الكلام ده للموظفيها. لا انا بتكلم بقى للقطاع الاكبر اللي قاعد يحب ويرن ويضيع وقته جوه اسوار الكنائس، دي الشريحه الاكبر ان كان بيشتغل
2-3%، فانت عندك 80-90% قاعدين، دول هم القنبله الموقوته. هل احنا محتاجين في مصر لجهه واحده كبيره ذات صلاحيات تكون مسؤوله عن فكره تشغيل الشباب؟ يعني تعدد جهات الولايه زي ما بيسموها في القانون بيضيع الدنيا. لما وزارة الشباب والرياضة تقول لك أنا مسؤولة عن الشباب، الكنائس تقول لك أنا مسؤولة، مش معنى كده أنا مش بقول إن إحنا نوقف مبادرات هذه الجهات، لكن فكرة إنه يبقى في جهة واحدة متماسكة بيلجأ ليها الشاب، بتعمل له دورات تدريبية، بتتعرف على إمكانياته، بتعرف مين اللي مش عايز ومكسل وعايز يقعد على القهوة يصرف كل يوم 30-40 جنيه. أنا مع هذا الفكر، بس يدار باحتراف وليس عشوائية. يعني ايه ضرب احتراف؟ انت بتتكلم عن بيزنس، بيزنس اعداد فرد. لو انت حطيته في ايد متدرويشة او حطيته في ايد يعني او على الاقل عوضك. على الاقل بتفكر بطريقة قديمة كويس، على الاقل بتفكر بطريقة قديمة مش بالطريقة اللي هو بيفكر بيه. لازم يدار باحتراف. ليه الشركات او يعني الدول الاجنبية الخدمة فيها ناجحة لأنها بتدار بصورة محترفة كويس. ادي العيش لخبازه. ما ينفعش فكرة التخصص طبعا. ما ينفعش سامحني نبقى احنا في القرن 21 وبشتغل على حتة خبزنا كفافنا. لازم ابقى عندي فيجن، والفيجن ده ليه خطة، والخطة دي لازم ليها توقيت ولازم متابعة ولازم إعادة تدوير أو إعادة لازم باحتراف. عشان كده أنا بدعو لإنشاء مؤسسات. ليه ما عندناش استثمار في التنمية البشرية؟ يعني زي ما بنجيب شركة أجنبية تعمل محطات المترو، الريل واي ستيج، القضبان، السكك الحديدية، القاطرات، كل أوجه الاستثمار، محطات الكهرباء، مش عارف الطرق إيه. ليه ما عندناش حد بيستثمر في التنمية البشرية أو في الثقافة أو في الفن أو في تجهيز هذه القوة الضاربة، وإحنا بنقول إن مصر 65% شباب؟ علشان ما عندناش رؤية. وسامحني احنا بنخدر نفسينا. سامحني، احنا كل واحد عايش في جزيرة منعزلة. يعني انا لسه كنت راكب مع احد السواقين فبيحكي لي انا عايش لوحدي يا عم، انا مبسوط وانا باكل وبشرب وانا رئيس دولتي. حبيبي رئيس جمهورية نفسي. كويس. فحته التنمية البشرية والتنمية النفسية يعني ما فيش حد، لا، فعشان كده لابد انها تكون سنترال، ولابد هذه السنترال او حاجه المركزيه دي يكون ليها صلاحيات. وليها صلاحيات وليها خطه، والصلاحيات دي تكون مع ناس متعلمه ومتدربه وكبيره مش صغيره، ويبقى في صواب وعقاب، ويبقى حاجات كتيره جدا، ويبقى عندنا قدره للوصول للشباب والحوار معهم عشان يحبونا وينجذبوا الينا. مش مساله انه ايه، انا بعمل مؤتمر وفي ورقه فيها فرص العمل وفي ورقه فيها المؤهلات والجدع اللي يلفق الورقه دي على الورقة. طب تخيل حضرتك يا زهاب بأمانة ان احنا معظم الملتقيات التوظيف اللي حاضرين فيها مين؟ الاباء والامهات. ماشيين بالسيفيهات بتاعت يا عيني، بيشوفوا ايه المناسب لعيالهم. عشان تبتدي الرحلة التانية بقى، اقناع الولاد بانك تشتغل. ده انا لقيت لك النهاردة مشروع حضرتك، زي لقيت لك عروسة كده. ده هقول لحضرتك حاجة، مرة عملنا ملتقى توظيف في انا وكان معايا 4000 وظيفة، وكانت مستهدف ان احنا عربية هتنزل هتاخد الناس من هنا وتمشي على المصانع، هنا 5 هنا 10 15 20 يعني، ومرتبات واكل وشرب ونوم. عارف جالي كام؟ 4 من 4000 وظيفة. طب ما هو ربما يكون في قصور في الدعاية يا استاذ هو بص احنا دلوقتي قاعدين وبنتكلم، لكن عايز ما ده برضه مش قصور في الدعاية ده كمان. عايز اقول لك بقى الاخطر من كده، ان كنائسنا جزر منعزلة. طب خليني في اخر 3 دقايق اخد منك نماذج حلوه لمشروعات صغيره اشرفتوا عليها في اسقفيه الشباب ونجحت قوي، عشان منها برضو الشاب الذكي اللي قاعد بيتفرج عليا والشابه الواعيه اللي بتفرج علينا دلوقتي تقول لك ده نجح لانه عمل كذا، طور نفسه كذا، خد الكورس الفلاني. احنا خدنا طريق
محدش خده قبل كده، وهي ايه؟ ضمنت ان انا ابيع المنتج بتاع الولد او البنت اللي انتجه. تسويق. ضمنته ازاي؟ كتنمية اقتصادية في اسكوفية الشباب والمجمع المقدس، ان انا اتفقت مع مصانع عاملة في مصر. انت بتستوردي او بتشتري ايه من جوه السوق المحلي؟ اعرفه واخد مواصفاته واسعاره وكمياته ووزعها على اولادي اللي بينتجوا او اللي هينتجوا او اللي عايزين يعملوا حاجه في اي مجال. عايز امثله ماديه، بلاستيك، يعني ملموسه. بلاستيك، كاوتشوك، صواميل، مواسير، تيشرتات، منظفات، كرتون. ما فيش حاجه. ما اصل بص، انت مصنع دي اللي هي بيسموها مهن مكمله، يعني صناعات مكمله ومغذيه. دي عندنا وحاليا احنا الحاجات دي من مصنع واحد بس، من مصنع واحد بس، مش هذكر اسمه عشان ما يبقاش دعايه، خدنا مش اقل من 15 منتج من مصنع واحد. فتخيل بقى لو انا من مصانع اخرى خدت من ده 5 ولا 10. يا حضرتك شايف ان الشباب محتاجين حد يفكر لهم بالذات في مساله التسويق ومساله اداره المشروعات دي. عاملين عندنا لقاء كل يوم 3 كويس في المقر بتاعنا بتاع خدمه التنميه الاقتصاديه، استشارات. اي حد عنده فكره مشروع او دراسه جدوى عايز حد يساعده يمده، احنا بنتقابل معاك كل يوم 3. فاحنا ممكن ندي لحضرتك في الكنترول روم تليفونات الخدمه، وبنتقابل كل يوم 3 مش مع اقل مع 15 20 واحد. بس اللي احنا عايزينه بقى اكتر، واتمنى من كل قلبي ان البرنامج ده يكون يعني منبر لينا، احنا عايزين نعمل داتا بيز. عايزين قاعده بيانات، مين بيعمل ايه، واللي اكتر من كده مين متعسر. صح، لان المتعسر ده سهل اقامته، عشان احنا نعرف احنا نعمل ايه عشان نساعد ونقوي المتعسر. صدقني سهل اقامته. احنا على مستوى بيسموها تعويمه. أيوة. على مستوى الدوله. أيوة. عندنا دلوقتي مصانع كتير متعسر، بس ما عندناش داتا بيز. بس احنا عندنا كمان حاجه تانية متعسرين فيها، ان الوقت خلص. بعتذر لحضرتك وبشكرك. اشكرك وتحت امركم في اي حاجه. شكرا جزيلا استاذ عادل رشدي، المحاسب القانوني وامين خدمه التنميه الاقتصاديه باسقفيه الشباب. نموذج جهد بذلته جهه بقاله عشرات السنين، يا ريت ناخد ونكمل كدوله، كوزاره شباب، كاعلام، كثقافه، كشباب كمان. لازم ناخد الافكار الحلوه ديت، ومعلش اعذرونا لو كان كلامنا فيه شيء من الهجوم، لانه احنا بنخسر حاجه مهمه في التعامل معاكم، وهي ان احنا نحببكم في الموضوع ونجذبكم، بدل ما نقعد نلومكم ونقول انتوا اللي مش عايزين وانتوا اللي مش الفرص موجوده وانتوا اللي متعففين. لكن خدوا من الافكار دي كلها، وخليكم حريصين بدراسه، بجهد، بصلاه، ببحث عن فرص، بدخول على انترنت، بتقديم افكار مشاريع، او الذهاب لاماكن بتقدم افكار مشاريع، وانا اشوف ايه اللي يناسبني. وربنا يعني يوجد حلول دايما للشباب تنتظمها خطه كبيره للدوله، علشان يكون عندنا فعلا فكر بيقدمنا لقدام. بشكركم جدا، بكره حلقه جديده في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.